في ظل صراعات نادي الزمالك اللي معانا طبعا في الصوره، ده هو النفق المظلم الحقيقي في خلال 15 سنه او في تاريخ ال 15 سنه اللي فاتوا بالنسبه لي نادي الزمالك. خالد بوطيب اللي هو افشل مهاجم نادي الزمالك جابه، اللاعب اللي كان جاي برقم وقدر بيتقاضاه في الموسم، طبعا هو سبب رئيسي ان نادي الزمالك يتوقف ثلاث فترات بالنسبه للقيد. هيبقى كمان سبب رئيسي في عدم لعب نادي الزمالك في البطوله الكونفدراليه. ليه يا جماعه؟ لان اللائحه او اللوائح الافريقيه بتنص على ما ينفعش نادي معاقب من الاتحاد الدولي عن طريق ايقاف للقيد ويشارك في بطوله قاريه او بطوله افريقيه. الكونفدراليه كمان بقت بطوله مصنفه، فلوسها كويسه جدا، وفي نفس الوقت بتلعب مع بطل دوري ابطال افريقيا، حاجه اسمها السوبر الافريقي، فبطوله مميزه. فخالد بوطيب ده يا جماعه من اسوأ المشاريع اللي دخلت القلعه البيضاء، دي حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه لاداره الكابتن حسين لبيب، انا كراجل زملكاوي كنت مع كابتن حسين لبيب ما لعبش مباراه النادي الاهلي، لكن لان الكوره بتدار في مصر بالحب او بالمزاج او من الاخر يا جماعه بيحاولوا يرتبوا المباريات للنادي الاهلي، بس انت خلاص بقيت صاحب مبدا وزير رحلك وقلت مش هلعب المباراه، الرابطه عاقبتك، ما ينفعش تلعب بقى مباراه سيراميكا كليوباترا، ما ينفعش. طالما انت خدت قرار ما ينفعش ان انت ترجع فيه. ليه؟ لان نادي الزمالك عواقب عدم لعب مباراه النادي الاهلي كبيره جدا. اول حاجه اللي يصل دايره على السوشيال ميديا بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، الاعلام الاهلاوي، ان نادي الزمالك كان خايف. فانا خايف ازاي وانا اخر مره رقعك 2-1؟ يعني انا ازاي اخاف وانا اخر مره كسبانك 2-1؟ هدفين طبعا الجزيره، ده رقم واحد. رقم اتنين، الحاجه المهمه كمان، انا لسه اخد بطوله الكونفدراليه، فنفسيا ومعنويا ان النادي الزمالك نفسيا حاجه كويسه جدا. طيب ده رقم اتنين. رقم تلاته كمان اللي عايز اتكلم طبعا فيها، مهمه جدا جدا بالنسبه لي نادي الزمالك، ان الفرقه جاهزه بنسبه 100%. زيزو جاهز، شلبي جاهز، عمر جابر جاهز، محمد صبحي جاهز، التيم كله، نادي الزمالك جاهز بشكل متميز جدا جدا جدا. طب العواقب كانت ايه يا جماعه؟ غرامه 100,000 جنيه ده رقم واحد، الثلاث نقط راحوا للنادي الاهلي ده رقم اثنين، ادي رقم اثنين انت خسائر، رقم ثلاثه خصم ثلاث نقاط مع نهايه الموسم. الثلاث نقاط دول ممكن ما يخلكش تلعب في الكونفدراليه. في حاجه غريبه جدا، دي حاجه. الحاجه الثانيه، في ملعوب كبير بالنسبه لاتحاد الكوره، لجنه او الرابطه المصريه، بعدم مشاركه نادي الزمالك في الكونفدراليه تحت اي بند. فانت كل الناس بتحاربك، ودي حقيقه. تخيل معايا في اخر 25 سنه نادي الزمالك يعني تعاقب عليه اكتر من 18 مجلس اداره. 18 مجلس في 25 سنه. مجلس اداره منتخب يتحل ويجي لجنه، لجنه ما تكملش يجي لجنه غيرها، لجنه غيرها برضه ما تكملش يجي مجلس اداره منتخب، وهكذا. احنا في الدوامه دي بقى لنا 25 سنه، من سنه 2000 او 2002 وانت داخل في المدعكه دي. طب الحل في ايه؟ الحل يا جماعه بيكون في عداله، نادي الزمالك يبقى له ظهر، نادي الزمالك يركز في الكوره فقط. بعيب على كابتن حسين لبيب انه يلعب مباراه سيراميكا كليوباترا، دي حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه لي طبعا قصه محمد شحاته، ان نادي الزمالك باعت طبعا لاتحاد الكوره، هل اللاعب هيلعب معانا او مش هيلعب معانا؟ كل الامور يا جماعه الخاصه بنادي الزمالك ومحمد شحاته ده ملوش اساس من الصح، لان اللعب على قوه نادي الزمالك، نادي الزمالك فعل البند، دي البند الشراء، دي حاجه. الحاجه الثانيه، اللعب على قوه نادي الزمالك، فمعنى كده ان نادي الزمالك هيلعب مباراه سيراميكا كليوباترا، ودي حاجه من الحاجات اللي تضايق، او الحاجه اللي فعلا كابتن حسين لبيب احنا بناخذها عليه، ان كان الطبيعي ان انت ما تلعبش ويحصل وقفه ويحصل انضباط في اتحاد الكوره، يحصل انضباط في اللجنه في الرابطه المصريه، يحصل انضباط في لجنه الانضباط، يحصل انضباط في منظومه الكوره كامله مكمله، وان الوزير اشرف صبحي لازم يشوف له حل. لقى الله يا زمالك كل التوفيق لنادي الزمالك، واحلى مسا على الزملكاويه.